السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قوم، اخباركم؟ اليوم 12 من يوميات رمضان 2019. امبارح تكلمنا عن كتابة الاهداف. اتمنى انك انت تكون شفت الفيديو وحضرت الورقة والقلم وكتبت لك مثلا 15 هدف بعد ما وزعتهم على مجالات الحياة المختلفة. النهاردة خلينا نشوف اهدافك دي ذكية ولا مش ذكية. يعني ايه ذكية؟ يعني اهداف بتساعدك انك انت تحققها في الاخر ولا لا. ايه صفات الاهداف الذكيه دي؟ جمعوها في الانجليزي بكلمه واحده اسمها سمارت. كل حرف من السمارت دي بيعني حاجه، صفه مختلفه للهدف. يعني الهدف، الصفه الاولى انه الهدف لازم يكون محدد، سبيسيفيك. محدد يعني ايه؟ انت وانت طالع كده عايز اسافر مثلا النهارده بالعربيه وماشي عربيتي واحط على الجي بي اس كده واقول له وديني مثلا ايه، عايز اروح المنطقه الشرقيه، هيوديك مكان معين؟ يعني هيقول لك لا، حدد اكتر. لازم تحدد بالظبط انت عايز تعمل ايه، علشان في الاخر تقدر تعرف اتجاهاتك وتعرف الخطه بتاعتك ممكن تكون شكلها ايه. لما تقول انا عايز اطلع من البلد، شيء مختلف عن انا والله اطلع من البلد. هتعمل ايه؟ هتطلع تدرس، هتطلع تشتغل، هتطلع هتهاجر، هتطلع تسافر سياحه. لازم تحدد انت عايز تطلع تعمل ايه. يعني فالتحديد مهم جدا عشان تقدر تعمل خطه عمل بعد كده. فرق بين اللي يقول انا عايز اهاجر وبين اللي يقول والله انا عايز اهاجر واسكن جنب عبد الرحمن. يعني شايف التحديد فرق بين الاثنين ازاي؟ ده هيعمل خطه مختلفه عن ده تماما. فالتحديد مهم. كل ما يكون عندك قدره على تحديد هدفك، يعني تحديد الهدف نفسه، ايه هو اللي انت عايزه من الهدف ده، كل ما يكون افضل. وتقدر تعمل خطه بعد كده وتقدر تستمر معايا في اللي احنا هنعمله بعد كده. تاني حاجه انه يكون ميجرابل، يعني مقاس، شيء مقاس، ارقام. عايز اخس، تخس. يعني ايه تخس؟ ما ممكن تخس 100 جرام تقول ايه انا حققت الهدف بتاعي، انا خسيت. لا، عايز اخس كذا كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، 50 كيلو، 5 كيلو، whatever الرقم اللي انت حابه. لازم تحط في هدفك حاجه تقدر تقيس بيها الهدف ده، وتيجي بعد كده تقول والله انا حققت الهدف ده فعلا. كلام العام برضه مش هيساعدك انك انت تعمل خطه مناسبه. مش لاقي ارقام، ممكن تحط صفات. عايز اشتري بيت، مثلا بيت حجمه مساحته كذا في البلد الفلانيه، اديك حددته بحاجتين دلوقتي، في حاجتين تقاس فيها. لو جيت بعد كده اشتريت البيت في البلد، المدينه اللي انت قلت عليها دي، بس مش نفس المساحه، يبقى انت ما حققتش الهدف 100% الى اخره. ثالث حاجه انه يكون اتشيفبل. يعني ايه اتشيفبل؟ يعني ممكن انك انت تحقق الهدف ده فعلا، ما يكونش حاجه خياليه او حاجه صعبه جدا. ممكن يكون عندك طموح عالي جدا وممكن يكون شايفه انه صعب، لكنه في الهدف اللي انت هتحطه دلوقتي للمرحله دي للخمس سنين الجايه، خليه حاجه تكون انت شايف ان هو ممكن يحقق، ممكن تحقق الهدف ده. له صفتين. الاول انه يكون معقول، يعني مش لازم يكون سهل بس يكون معقول ممكن يحقق زي ما قلت. اثنين، يعتمد عليك انت، ما يعتمدش على حد تاني. ما يكونش هدفك معتمد على شخص تاني هيعمل حاجه تانيه. ما ينفعش تقول هدفي انه ترودو ينجح في انتخابات السنه دي، ما ينفعش يبقى هدف ده بالنسبه لك. تمام؟ لازم الهدف يكون يعتمد عليك انت، عشان ما تلومش بعد كده تقول والله المجتمع او ابويا او مش عارف مين. لازم هدفك يكون عندك انت بحاجه انت هتعملها مش غيرك، يعتمد عليك انت بشكل واضح. ثالث حاجه يكون ايه؟ ريليفنت. يعني ايه؟ له علاقه بيك. ما انت الاهداف دي في الاخر احنا قلنا بعد خمس سنين انت عايز تكون في حاجه معينه، في صوره معينه، في طموح معين. خلي اهدافك في نفس الاتجاه ده علشان تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها. ما ينفعش يقول انا عايز اروح المنطقه الشرقيه مثلا وتركب العربيه تمشي الغرب لهدف تاني مثلا. ما ينفعش. لازم اهدافك كلها تؤدي الى الهدف الكبير او الصوره الكبيره بتاعتك. خامس حاجه واخر حاجه، يكون في تايم. لازم يكون في وقت. تحدد هدفك بوقت. انا عايز اهاجر كندا. هاجر كندا امتى؟ بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين؟ ولا الخطه بتاعتك هتفرق بعد سنه لما تقول انا عايز اهاجر في خلال سنه او في خلال سنتين او في خلال 10 او في خلال شهر. الخطه هتفرق وامكانيه تحقيق الهدف انت هتعرف وقتها هتفرق. والله خلال شهر مش هتقدر مثلا، لانه ما فيش حاجه اسمها اني هاجر بعد شهر، اقل حاجه مثلا 6 شهور الى اخره. هتعرف انه ايه ده، الهدف ده مش هينفع، وتفكر في هدف تاني مثلا. فهو الوقت مهم جدا برضو. الوقت هيخليك تقدر تعمل خطة المناسبة ليها وتوزع المهام على الأيام وعلى الشهور بعد كده. هي دي الخطوة الجاية اللي هنقدر نتكلم فيها مع بعض، ازاي نقدر نحط خطة. احنا دلوقتي عندنا الخمس سنين مجموعة من الأهداف،
ازاي نقدر نخلي الاهداف دي نعملها خطه لحاجه تعملها الاسبوع الجاي عشان توصل للهدف اللي بعد 5 سنين. طبعا قبل ما اقفل يفضل انك انت بعد ما تخلي اهدافك ذكيه كلها كده، شوف اهدافك كده وجمعهم كلهم كده تحت اطار واحد، تحت اتجاه واحد، ما يكونش في اهداف متضاده، حاجه كده تقدر تخليك تساعدك كل الاهداف انك انت توصل لحاجه في الاخر، حاجه واضحه كبيره، ممكن تكون حاجتين ثلاثه. ركز في 3 حاجات مثلا في حياتك انت عايز توصل لها بعد 5 سنين، وعشان تقدر توصل لها في مجموعه من الاهداف لازم تحققها عشان توصل للصوره الكبيره دي. بكره ان شاء الله هنشوف مع بعض، بكره هيكون البث المباشر، بعده ان شاء الله هنرجع نكمل السلسله دي بتاعت تحقيق الذات ونتكلم عن خطه العمل ازاي بقى. خلاص انا اهدافي واضحه ومعروفه وذكيه، عايزين نبدا نعمل خطه مع بعض. ما تنسوش دعم القناه، المشاركه فيها، السبسكرايب، تفعيل الجرس، اللايك والشير لو عجبكم المحتوى، وتعليق يعني تقولوا لي رايكم ايه في المحتوى ده. يلا نراكم على الف خير.